متابعين قناة تاروت الأبراج مع سيناريو بأهم توقعات برج الأسد للنصف الأول من شهر 8. برج الأسد، إذا أعجبك الفيديو يا ريت تضغط لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد. برج الأسد القراءات ممكن تكون عكسية، ممكن أنت اللي سويت شيء مع شريك أو شريك اللي سوى بيك. البعض منكم ما يعرف يشترك بالبيج، أو كل يعرف يشترك بالبيج الخاص بينا على الفيسبوك اللي هو تاروت الأبراج مع سيناريا. برج الأسد قراءات ممكن ما تنطبق على الجميع، يعني يعرف تتابع القراءة الخاصة بيك للشهر كله. وبعد عندنا قراءة النصف الثاني، طبعا آسف على التأخير، تعرفون عيد وأجواء عيد واضطرينا للتأخير، فآسفة جدا متابعيني. إن شاء الله راح أبدي أنزل بكل الأبراج. هنشوف برج الأسد وأهم ما يميزه في النصف الأول من شهر 8، قراءة تكون للإناث والذكور. البعض بيكم راح توصل رسالة أو مسج، هذا المسج ممكن راح يسبب لك حيرة، أخبار مفاجئة، رسالة مفاجئة أنت ما كنت متوقعها. هذه الرسالة ممكن هذه الرسالة اللي وصلتك تكون من برج هوائي عن طريق شخص، يعني هي كانت رسالة مفاجئة إذا كانت مرتبطة بشخص من برج الميزان أو الدلو أو الجوزاء، فراح توصلك رسالة مفاجئة. البعض بيكم بيفكر إنه ينتقل ويعرض الحب لطرف ثالث، البعض بيكم أو الشريك بيفكر إنه ينتقل ويعرض الحب لطرف ثالث أو يبدي شيء جديد، يعني ينتقل انتقالة سريعة، العلاقة طرف ثالث. ممكن البعض بيكم حاليا يعني راح ينتقل، يعني انتم ممكن اذا تفكرون هيجي او شريككم اللي مرتبطين بي بيفكر انه ينتقل انتقالة سريعة بعلاقة ثلاثية او شراكة جديدة، او البعض اللي يشارك ماديا، تمام؟ هذا ممكن بالاسبوع الاول. اما بالاسبوع الثاني فعندكم سفر، او انتو دا تفكرون بسفر، او دا تفكرون بانتقالة جديدة، او دا تفكرون بنهاية شيء. البعض بيكون عنده طاقة تفكير بشيء راح يعتزل، ممكن الوحدة، او اذا كنت انت ممكن اللي دا تفكر انه توضع حد العلاقة مع شخص، او دا تفكر بخصوص علاقة ويا شخص انه تسافر له، انه ممكن بسبب الرسالة اللي اجتك راح تفكر انه تسافر للشريك، او الشريك يكون مسافر، او انت راح تعتزل فترة لوحدك تفكر بشيء. البعض بيكم اللي مرتبط بشخص من برج الجدي، اتصور انه انت متحمل زايد بهذه العلاقة، اكو عبء عليك، اكو تحمل زايد بالعلاقة، ممكن انت شايل الحمل لوحدك، او على الاكثر انه انت تفكر بسفر حتى تنتقل الطرف الثالث.
ممكن إذا كان بحياتك أنثى من برج، إذا أنت كنت رجل وبحياتك أنثى من برج الميزان أو الثور، أتصور إنه أنت بتفكر إنه تنتقل. ممكن أنت شايل حمل بهذه العلاقة أو تحسها علاقة مو تمام، علاقة مو مضبوطة، علاقة ألمتك. لأن ده أشوف إنه البعض دا يفكر إنه يرجع العلاقة من الماضي تمام، بس هو متخوف من هذا الرجوع. ممكن يخاف إنه هذا الرجوع راح يخليه يفقد مادياته، أو راح تخليه إنه يفقد شيء حصله بتعب، أو يصير عنده خلل بالماديات. لأن البعض حقق نجاح، حقق أمور هواية بعلاقة زواج، ما عنده استعداد إنه يخسرها. لأن ممكن البعض حالياً بعلاقة زواج، أو البعض أصلاً حالياً يعني ممكن أنت أو الشريك متزوج، لذلك أكو هواي أمور براسك، بتحس نفسك مقيد ما تقدر تتحرك، وعندك قرار بصعوبة راح تتخذه. الشريك وراح يترك شيء خلفه. ممكن إذا كنتم مرتبطين يا شخص من برج الحمل، راح تتركوه وراح تنتقلون العلاقة ثانية، راح تنهون وتقطعون شيء من حياتكم نهائيا. يعني بعد راح يترك ورا شيء نهائيا، يعني ما يرجع لكم كل شيء، راح يتقدم ببداية جديدة. البعض فيكم حقق نجاح ما يريد يخسره، بخصوص ممكن علاقة زواج ويا شخص من برج الدلو أو من برج الثور. عندك أمنية إنه ترتبط بهذا الشخص، أو البعض فيكم عنده أمنية بالتواصل ويا شخص من برج مائي انت وياه بعلاقة زواج. هذه مثل الأمنية صارت عندكم، راح تحققون نجاح بهذه العلاقة مفاجئ، انتم ممكن حتى ما متوقعين. لأن ممكن هذا الشخص حنين بحياتكم، شخص محب جدا للعلاقة، بس انت مقيد. اتصور انه يا ريت تنتبه على مادياتك. مرأة أكو حسودة حقودة بحياتكم، انتبهوا منها. أو ممكن البعض بيكم مرتبط ويا شخص أناني ما يفكر إلا بنفسه وبمصلحته. إذا عجبك الفيديو يا برج الأسد، يا ريت تضغط لايك في الفيديو واشتراك في القناة وتفعل الجرس، ويا ريت تسوون لايك للبيج على الفيسبوك. تعرفتي أبراج مع السيناريو. شكرا لك يا برج الأسد.